تفضل. يعني أولا ما يقوم به التيار الصدري هو محاولة لإنقاذ الشيعة في هذه الظروف، خصوصا نعم هذه الظروف والإساءات التي للأسف دائما ما توجه إلى إدارة الشيعة في إدارة الحكم في العراق. نعم، بس قال لك هاي الكلمة، ما جبيته ينسحب من مجلس النواب، لا ما جاوبنا، بالعكس، السيد مقتدى بس هذا الصدر، كلام السيد سيء. مقتدى الصدر قدم مشروعا إصلاحيا، وهذا المشروع كان يمكن أن ينقذ العملية السياسية وينقذ العراقيين، ولكن للأسف الشديد يعني محاولات قوى الإطار التنسيقي للوقوف بوجه هذا المشروع قد أجبرت السيد مقتدى الصدر في نهاية المطاف على الانسحاب. يعني حتى موضوع حل البرلمان بالنسبة للجوانب السياسية داخل قبة البرلمان ما عادت مجدية، نعم القضية أكبر بكثير من قدرة البرلمان ولا الدستور العراقي. يعني أستاذ عماد يتحدث عن الجوانب الدستورية والقانونية، وأنا أقول لأستاذ عماد هذا الموضوع انتهى منذ شهر آذار نعم الماضي حينما ضربت قوى الإطار التنسيقي الدستور والبرلمان عرض حائط، وذهبت إلى مقر السيد نور المالكي واجتمعت، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية قد قدمت دعوى في شهر نيسان الماضي لقوى الإطار ولجميع نواب البرلمان بحسب نعم التوقيتات الدستورية، ولكن التوقيتات الدستورية بس ضربت. فهمني سيد مجاشع، ليش انسحب السيد مقتدى الصدر؟ انسحب لأنه لا يمكن أن ينفذ مشروعه الإصلاحي نعم، وإنقاذ الوضع في العراق في ظل هذه العملية السياسية. إذا عادت الانتخابات راح يقدر السيد مقتدى الصدر يعني يكمل مشروع الإصلاح اللي تحدثت به؟ لأن سيد عباس والسيد عماد قالوا لك راح تطلع نفس الوجوه نفس لا مو يجب الكتل أن لا لا ونفس مو الجهات السياسية. لا مو اكو لازم تكون قبل الذهاب إلى الانتخابات أن يكون هناك عقدا وطنيا جديدا. السيد مع مقتدى من الصدر العقد؟ مع جميع القوى السياسية لا يجب، الإطار اليوم عندنا يعني خلاف وياه، مع منه؟ هو الأهم شيء ست هيفاء، القضية قضية شيعية والأزمة أزمة شيعية. يعني نعم هناك من يعني في أزمة في لحظة من اللحظات يقول لك القضية شيعية ولا تتدخل القوى الأخرى. نعم عندما يكون القضية نقول قضية شيعية ويجب أن تحل داخل البيت الشيعي، يقول لك المكون السني والمكون الكردي. نعم القضية متعلقة بداخل البيت الشيعي، يجب أن معقولة تكون معقولة ما قدروا يحلوها 10 أشهر يعني؟ لا أبدا، القضية مع شهر 11 يعني ما معقولة؟ لا أبدا، هي هنا المشكلة. يعني نعم لو كان هناك التزاما بالاتفاقات السابقة قبل الانتخابات لكان قد حلت المشكلة، ولو كان هناك التزاما بالسياقات الدستورية والقانونية لحلت المشكلة، منو ما ولكن يلتزم منو ما ملتزم يعني سيدي بصراحة. تحدث السيد مقتدى الصدر صراحة عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه نعم، قبل تقصد السيد الانتخابات. هادي معقول العامري ما التزم ويا سيد مقتدى؟ لأن السيد هادي العامري والسيد عمار الحكيم هم اللي وقعوا، صح ثقي ولا لا؟ ثقي سيد هيفاء، لو قوى الإطار التنسيقي منحت للسيد هادي العامري صلاحيات المفاوضة باسمهم ويتم الاتفاق نعم. بين السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري وتلتزم قوى الاطار نعم. التنسيق اللي كان قد تم الاتفاق سيد منذ مجاشع زمن. اريد اسال سؤال، يعني هذا سؤال والله العظيم مو من يمي بس تجينا تساؤلات هوايه. يقول لك بال 2018 اتفق السيد مقتدى الصدر مع السيد هادي العامري، يعني وبعد ما اتفقوا وجابوا لنا حكومه عادل عبد المهدي، ايضا شاهدت المظاهرات وشاهدت الناس طلعوا والظاهره واقالوا حكومه عادل عبد المهدي. اليوم الناس ايضا تخاف من اتفاقيه، يعني بصراحه هذا مو كلامي، تخاف من اتفاقيه ربما تحدث، وهذه الاتفاقيه ايضا يصيب بها تبديل حكومه ويصيب بها متظاهرين ويصيب بها دماء. هذا ما يريده قوى الإطار التنسيقي، يريد الذهاب إلى صفقة سياسية. نعم. شوف دائما خطاب قوى الإطار التنسيقي، وأنا هنا لا أقصد أستاذ عباس ولا أستاذ عماد، نعم. دائما القيادات السياسية الكبيرة تتحدث عن ضرورة الوصول إلى صفقة سياسية. هذا موضوع الصفقة نعم. السياسية يعني صفقة انتهى سياسية موضوع. تحتاجون؟ هذه الصفقة السياسية يتم من خلالها تقسيم يعني المناصب المهمة نعم. في الدولة العراقية بين القوى السياسية، هذه ما عادت مجدية، انتهى هذا موضوع الصفقات السياسية. يجب نعم. أن يكون هناك بالفعل حلولا سياسية أخرى. وأنا هنا أيضا أستغرب، يعني هناك من يقول التيار الصدري يتحمل المسؤولية، كيف للتيار الصدري والدستور يقول رئيس الوزراء هو الذي يتحمل المسؤولية نعم. باعتباره المسؤول التنفيذي؟ السيد مقتدى الصدر التيار جواب. الصدري منذ نعم. يعني عام 2006 ولغاية الآن لم يستلم أي منصب لرئاسة نعم. الوزراء، نعم. كما نعم. أنه هو أكثر جواب. معارض